بسوي لكم فهيتا بالبرجر، خبز البرجر. حلو، يعني مره سهله، وصفه مره سهله. على ايش تعتمد هذه الوصفه؟ شوفوا يا قلبي، عبالي قبل ما نحكي المقادير، احنا عندنا هنا يا قلب العنا مقادير. يلا عندي اول شيء ملح وفلفل اسود، جبنه تشيدر، موزاريلا، زبده، بهارات الكيجن هي اللي تميز الاكل المكسيكي، مره حلوه ومره لذيذه. يكون فيها البابريكا، يكون فيها مسمار، يكون فيها كمون، اوريجانو، كزبره ناشفه، خاصه بالاكل المكسيكي. مكسيكي اسمها حلو. كيجن. حلو، ثوم، فلفل ملون، بصل، بقدونس. افرق البصل الاحمر عن الابيض. والله هذا له طعم وهذا له طعم، هذا السكر فيه اكثر فيعطي كذا مع الاشياء هذه مزازه. تمام. طيب انا سويت وصفتين اليوم عشان الحلوين. اللي ما تبي تقطع دجاج ولا بتلمس الدجاج حطوا برجر دجاج. برجر برجر برجر. واللي ما تبي تحط صدور. حلو. وما نبي عجينه ولا بدك تدخلي المطبخ ولا بدك تتعبين وتحترقين، بنجيب خبز برجر. برجر ايش رايك؟ بنقصه نصين كذا. اي طيب، وبنحطه بالصينيه ونحشي كذي كذي. هذه بدايتها. هذه خذ دقيقه خليني اوريهم. هيدي هون هيك قبل ما نبدا بيمشي الحال هيك، وبنحط هيك، شوفوا هيك بنرصها بهذه الطريقه، قصوها بالنص ورصوها. الله الله. وبعدين حطوا الحشوه عليها. طيب، فاحنا اول شيء نبدا بالطبخه. يعني ليش اخترت انا قاعده اوريهم ليش اخترت خبز. ودي اقصقص شيف ضحى. قصقص يا حبيبتي قصقص. اوكي، انا من اول ابغى الزبده اللي تعطي الله. الزبده ما نحطها لحالها طيب، لانه تعطي طعم مو حلو تحترق. بسم الله. ايش الحين نسوي شيف ضحى؟ اول شيء نزلنا بصيهم الدجاج. ايوه دجاج دجاج، وحطيت زيت وزبده، لانه لو حطينا الدجاج بس لحاله مع الزبده تحترق الزبده، ضروري الزيت مع الزبده. ويكون ايش قلنا اول شيء يا رؤى؟ يلا شوف مذاكره ولا لا؟ انه لازم نصدم الدجاج. يا سلام عليك، لازم تكون الزبده. اي تكون الزبده. ايوه لو حطينا الزبده الزبده تحترق، فحطيت النوعين. اي وبعدين نسقط الدجاج ونصدمه عشان يحتفظ. وشيء مهم في الفهيتة حبايب قلبي، ان الخضار تكون كرنشي فيها طعم، فلا تطبخونها لما تطلع روحها، احنا بس نبيها تتشوح تشويحه. اوكي، الحين بحط ملح وفلفل اسود. تبون تحطون جبن سايل لها، تبون زي كذا انواع اجبان، في كيس فيه ثلاث اجبان، براحتكم. حطينا البهارات، ملح وفلفل اسود وبهارات الكيجن، توصوا فيها ملعقتين. والله يا ريحتها يمي يمي يمي. حلو. بعدين يا حبايب قلبي خلاص شوفوا ما طلعت مويه ولا شيء، ومن احلى ما يكون استوت وصارت تاخذ العقل. دائما اذا رحنا السوبر ماركت عشان تطلع معاكم الدجاج مره طري، خذوا الصدور اللي مكتوب عليها تندر، كلمه تندر يعني طري مره. يعني مسوين لها براين فطالعه زي الزبده، ما تنعض. حلو حلو ممتاز. هذا لو انت يعني بتسوين كميات فحسه كمان اوفر في المطبخ كذا. صح شيف ضحى؟ صح. يا سلام عليك يا سلام عليك. ممتاز ممتاز حلو. الحين ححط الثوم طيب مع الدجاج. يامي يامي. بلاش شايك في الروائح. الروائح هي اللي تميز احيانا اطباقنا، بمعنى اذا استعملنا مثلا زي ما كنا هنا بنقول البهارات المكسيكيه، تعرف انه هذه الطبخه مكسيكيه. مكسيكيه مثلا احنا عليك. عندنا لما نستعمل الهيل والقرفه والمسمار، هذه اكلات سعوديه خليجيه. خليني اقول انا ححط نص البصل لاني حسوي نوعين. طيب هنا اخلي شويه، وححط الفلافل الملونه. ما حط، حخلي كمان شويه، خليهم هنا.